باش نقسموه من النقطه الاولى ديال البرمجه الفائض الحقيقي ندعموا به الجمعيات لا ما يمكنش. هذاك الجمعيات كتمشي في التسيير يعني الفائض التقديري اللي خصناه في شهر 10 تما اللي يمكن لينا نحددوا المبلغ اللي بغينا لدعم الجمعيات. بالنسبه لهذا المبلغ ديال الفائض الحقيقي هذا كيمشي للتجهيز ما عندوش علاقه باش غادي تصرفوا في الجمعيات. باش ما كاينش علاقه بين النقطه الاولى والنقطه الثانيه. النقطه الاولى اللي فيها الفائض الحقيقي هذه ما يمكنلكش تصرفها على الجمعيات ولا تصرفها على شي حاجه اخرى اللي عندها علاقه بالتسيير. فهمت؟ اذا هذاك المبلغ اللي يمكن لينا نرصدوه للجمعيات خصو يكون في الميزانيه في شروع الميزانيه ديال شهر 10. هذا هو الجواب اللي كاين في هاد جوج النقط اللي تكلموا فيهم الاخوان. اذا سواء سبقنا النقطه ولا ما سبقناش لا تغيروا شيئا في الموضوع. بالنسبه دابا للجمعيات اللي حنا كنا زدنا في المبلغ هذاك المبلغ من هزيتو هزيتو من هاد الفائض باش تزدو هاد الجمعيات. لا هذاك شهر 10 مش علاقه بهذا الفائض هذا ما تستغلكش باش غادي تاخذ منه شي حصه وديرها في الجمعيه. اليوم 75 مليون ديال الفائض وجدوا له شي حاجه ان شاء الله. هذا اليوم 75 مليون ديال الفائض الحقيقي ما عندكش حق ديرها تصرفها على الجمعيه. كاين واحد الفرق ما بين التسيير وما بين الجمع. بالنسبه لهذاك الشيء اللي كتكلم عليه خصو يكون في شهر 10 ماشي تدخل درهم بالمناسبة أثمن تلك المشاريع التي تم اختيارها لتوزيع الفائض وأن تلمس من المجلس الموقر خصم منها 85 ألف درهم وضخها في النقطة الثانية المتعلقة بمنح الجمعيات حتى نستطيع حل مجموعة من الإشكاليات غير مكلفة كثيرا ومفيدة وأتمنى من المجلس الموقر أن يستوعب معي. السلام عليكم.